احتفل رجل الأعمال نجيب ساويرس بحفل زفاف ابنه أنس تحت سفح الأهرامات في حضور عدد كبير من المشاهير ورجال الأعمال، حيث أحيا الحفل النجم الكبير عمرو دياب في حضور الدكتور مجدي يعقوب، وسرعان ما تداول عدد من الحاضرين لقطات من حفل الزفاف عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، حيث شهد الحفل عدد من الفقرات الاستعراضية.